براحتك بقى. من المجرى من المجرى ميلا هي مهد كل الديانات وعاصمة كل الحضارات، يعني هذا تسميات ميلا ملاحة. كان من أحلامي أني أنا أعبر أو أسوق الموتو على سد بني هارون، والله الحمد اليوم كنت سعيد كما الطفل الصغير. سمعت الكثير عن هذا السد الرائع، ولكن شفته بعيني ولم أصدق حجمه الكبير. أنا من عشاق السدود، وأي بلد فيها سد لازم أني أكون أسمع أن في سد قريب من بلد، لازم أني أروح وأطلع عليه. وشيء جميل أن نرى السد في كامل سعته،